نظم أهالي بلد وقفة استنكارية تضامنا مع أسر ضحايا كربلاء والأنبار وكركوك الذين استشهدوا على أيادي الغدر من عصابات داعش الإرهابية، حيث طالبوا الحكومة العراقية بإنزال أقصى العقوبات على المحكومين من إرهابي داعش والإسراع بتنفيذها. شاركت جماهير مدينة بلد في محافظة صلاح الدين هذا اليوم بوقفة جماهيرية تجمع تضامني مع أسر وضحايا عوائل شهداء مدينة كربلاء والأنبار. هذا اليوم جاء في البيان الختامي لهذه الوقفة مطالبين الحكومة بإنزال القصاص العادل بالمحكومين من المجرمين، لا سيما قيادات عصابات داعش الإجرامي، وحث الحكومة وضرورة الإسراع بإنزال هذه العقوبات، وإلا ستستمر هذه الوقفات والاحتجاجات، بل يتطور الأمر إلى تقديم شكاوى في الأمم المتحدة، لأن هذا أصرار من لعدم تطبيق القوانين. خرج أبناء مدينة بلد هذا اليوم للمطالبة بالقصاص العادل من جميع الإرهابيين المحكومين بالإعدام داخل السجون العراقية، كذلك هو وتضامن وجزء من الوفاء للشهداء المغدورين في طريق ديالى كركوك والذين راحوا ضحية ثلة من الإرهابيين الجبناء الذين يحاولون سيل دماء أبناء الشعب العراقي. كذلك اليوم هي يعني مطالبة لاسترداد حقوق عوائل الشهداء المضحين، وكذلك اليوم أبناء مدينة بلد يجددون العهد والوفاء لإثبات أن البلد واحد، فاختلط دم السني والشيعي في هذا الطريق، فهي مطالبة حقيقية لوقف سيل الدماء في جميع مناطق البلاد. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أكدوا أن موقفهم هذا وفاء لدماء الشهداء الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابي، مستنكرين هذا العمل الجبان مع شهداء العراق بصورة عامة. إنما وقفتنا هذه اليوم هي وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في الأعظام نتيجة يد الغدر والإرهاب التي طالتهم مؤخرا، وما وقفتنا إلا تضامنا مع عوائل الشهداء واستنكارا لما قاموا به هذه الزمر الإرهابية، ونبعث رسالة إلى كربلاء بأننا معكم ومع شهداء العراق عامة وليس فقط هؤلاء الستة، لكل شهداء العراق. ونقول ونطالب رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي بأن يصفر السجون من الإرهابيين القتلة الذين عاثوا في الأرض فسادا. ما هو إلا دليل آخر على بشاعة هذا التنظيم الإجرامي وخسة ودناءة كما يقال في المثل العربي الدارج. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإعدام المحكومين المتواجدين في السجون العراقية للخلاص منهم، فهل هناك آذان صاغية؟ من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين، علي البلداوي. أمرنا نستنكر هذا العمل الجبان الذي قاموا به خفافيش الليل داعش بحق أبنائنا من محافظات كربلاء والأنبار، ونطلب من الحكومة توفير الأمن والأمان، لأن المنطقة أزيد من سنتين اليوم أو 3 سنوات هي محررة. هذه الشرخات الأمنية هي بحق تساءل بها الحكومة المعنية والجهات المعنية، لأن هم المسؤولين على هذه الخروقات. الآن تركت بصمة وجع كبيرة بحقنا وحق كل مواطن عراقي هذا العمل الجبان الإرهابي. نحن نستنكر هذا العمل، نطالب من الحكومة بأسرع وقت أن تنفذ، وهو طالبنا وكثرة المطالب، لأن العراقيين راح يشلون الآن، ونطلب من الحكومة توفير أسرع وقت تأمين الشارع للمواطنين. اليوم وقفة احتجاجية لأبناء مدينة السامراء لما قام به الإرهابيين بقتل عدد من أبناء محافظة الأنبار ومحافظة كربلاء. حقيقة اليوم استنكارنا يعني لمقتل الشهداء، ومن ثم اليوم يعني تم اختطاف عدد من المواطنين بهاي اليوم تحديدا. يعني احنا نسال الحكومه والقوات الامنيه، يعني معقوله الحكومه والقوات الامنيه اللي تحرر المحافظات من داعش، معقوله ما تقدر تامن طريق بغداد كركوك؟ يعني بين يوم ويوم
كل فترة يخطف مجموعة من المواطنين، يعني ما معقولة يا حكومة ما تقدر توفر الأمن، أنت المجال غير حكومة يقدر يوفر الأمن لأبناء الشعب. إلى متى الشعب ينزف دم؟ إلى متى أبناء الشعب يقول ضحايا الإرهاب؟ يعني ناس ما لها أي ذنب. بهذا اليوم نستنكر العمل الإجرامي اللي قامت بها عصابات داعش على المواطنين الأبرياء في طريق كركوك، ومن هذا منبركم نقدم المصاب الأليم ونعزي أهالي كربلاء وأهلنا في كربلاء، ونعزي أهلنا في الأنبار، ونعزي عائلة كل شهيد عراقي سقط بسبب أيادي الغدر والخيانة. من هذا نقول، نوجه رسالة للحكومة، نقولهم يجب عليكم أن تلزموا وتضربوا بيد من حديد كل العصابات، كل العصابات سواء سرقة أو عصابة قتل أو عصابة تحدي وحمل سلاح في الشارع، يجب أن يكون ضربة قاضية لهم. نهني القوات الأمنية البطلة على كل ما عملته، اللي حسب ما سمعنا أنه مسكوا من أحد العصابات، اليوم مسكوا واحد، فنقول لهم دماء شهداء العراق في رقاب القوات الأمنية.